اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى لعبه تحفه مفاجاه من بيضه كيندر فظيعه، طبعا لكل العشاق بتاع الكوره. 4 بيضات وهنفتحهم بقى النهارده ونتفرج على ايه اللعب بتاعتهم الفظيعه. واو، انا متحمسه جدا وبحب قوي بيضه كيندر الرهيبه ومفاجاه اللعبه اللي جوه الكوره اللي فيها. يا ترى بقى هتكون عبارة عن ايه وعاملة ازاي وليه بس العشاء كورة؟ هنفتح بقى ونتعرف على الحاجات دي كلها النهاردة ونشوف ايه اللعبة اللي موجودة كمان جوه. واو واو واو، انا بحب قوي بيضة كيندر. يا اصحابي اللي بيحبوها بليز اكتبولي بقى في الكومنتات، قولي ان انتوا بتحبوها وبتحبوا بيضة كيندر ولا لا. بصوا دي ال4 بيضات اللي عندي، هنفتحهم بقى دلوقتي ونشوف ايه. طبعا مش هناكل الشوكولاتة اللي فيها، احنا هناكلها بعد الفيديو، هنوريكم بس الاول. بصوا شكلها اهي، كندر بيضة كندر، فتحنا الفويل، بعدين فتحنا الشوكولاتة اللي جوه، بعدين ايه ده اللعبة الفظيعة اهي، هفتحها بقى ونتفرج عليها اول لعبة معايا. واو واو واو، انا متشوقة قوي وعايزة ان انا افتحها لكم. بصوا دي طلعتها كده، ايه ده دي شكلها غريب جدا. تعالوا كده نفتح الورقة بتاعتها عشان نتعرف عليها اكتر. واو، دي اللي بتعمل اصوات غريبه، المضرب اللي بيقعد يعمل لي اصوات جميله قوي. واو واو واو، لما بنقعد نخبط الحاجات دي مع بعض بتعمل لي صوت جميل جدا. ونركبها بقى مع بعض في فيديو تاني وفيها كمان الستيكرز. واو، بص هنا بقى في كمان لعب تانية كتير قوي من ايه، من بيضه كيندر. تعالى نفتح البيضه التانية ونشوف بقى فيها ايه، انا متحمسه قوي واشوف بقى ايه الحاجات اللعب اللي فيها. طيب تاني بيضه معايا، حاول ان انا افتحها لكم. اهي بصوا كده فتحناها، فتحت اول حته، فتحت البيضه اللي جوه الايه الشوكولاته، الشوكولاته. وكان طلع بقى البيضه بتاعتي ونشوف بقى ايه المفاجاه اللي جوه الايه اللعبه اللي فيها. واو واو واو، يا ترى بقى فيها ايه؟ ايه دي حاجه غريبه قوي انا مش فاهماها. دي زي كلبسه وفي عليها الستيكرز بتاعتها اللي بتنزل فوقيها. طب كلبسه ايه دي يا ترى؟ كلبسه ايه دي يا ترى؟ بصوا هنا بقى في كمان اشكال، وفي هنا كمان ايه الورقه مكتوبه ايه ده. واو، ده قلم بنرسم بيه، وكمان بقى بعد اللي ما بنرسم بيه الصور اللي بنرسمها بنحطها معايا في الايه في العلاقه زي ميداليه المفاتيح. الله، دي لعبه حلوه جدا وجديده قوي من نوعها. بصوا اهو ده القلم اللي بنرسم بيه، وبعد ما بنخلص الرسومات بتاعتنا بنحتفظ بيها ان احنا بنعلقها في الكليبسه اللي موجوده من فوق. دي لعبه ذكيه جدا، ممكن احنا نستخدمها في كذا استخدام بطريقه ايه سهله قوي، واحنا بنقعد نلعب بيها كتير. واو واو واو، انا عجبتني جدا وايه اتمنى ان هي تكون عجبتكم. تعالوا بقى فاضلي كده بقى بالطين، هنفتحهم بقى كمان دلوقتي ونشوف طول عباره عن ايه ونشوف اللعب اللي فيهم من جوه. لكل عشاق كوره هنلاقي فيها لعب كتير قوي قوي قوي، مشوقه قوي ان انا اوريها لكم. بصوا دي البيضه الصفراء اللي معايا، هنفتحها بقى كمان دلوقتي ونشوف شكلها عامل ازاي من جوه. ايه ده، واو، دي لعبه تانيه برضو فيها زي كليبسه كده، او ولا دي ايه دي؟ تعالوا كده نشوف، هفتح لكم الورقه بتاعتي عشان نتعرف. ايه ده، الله، دي سلسله مفاتيح، وكمان فيها ايه صور للعيبه كوره لكل الناس اللي بتحب كوره. دي ميداليه مفاتيح هتعجبكم جدا، وفيها كذا شكل. واو، دي شكلها حلو قوي وعجبتني جدا. وفي بقى كمان شكل اسوره، بس لسه ايه نشوف في البيضه التانيه هنلاقي فيها الاسوره دي ولا لا. وبكده نكون اتفرجنا على 3 بيضات، نشوف بقى اخر بيضة معايا ونشوف يا ترى ايه بقى المفاجأة اللي فيها. هنشيل بقى طبعا الشوكلت برضو ونشوف الايه البيضة اللي جوه فيها ايه المفاجأة بقى، ايه اللعبة اللي جوه بتاعتها. اهو ادينا فتحناها ونشوف بقى فيها ايه. انا متشوقة قوي، انا بحب بيضة كيندر جدا. بصوا ايه ده، دي شكلها حاجة كده بتظهر لي البوليس، الشاشة بتاعت البوليس. ايه دي حاجة جديدة جدا، وطبعا في معلومات عنها اكتر في اللعبة. شكلها حلو قوي، بصوا بتتربط بقى الاتنين فوق بعض كده بيكون شاشة البوليس. الله، دي لعبة حلوة جدا، انا انبسطت بيها قوي. ودي كده بيكون كل ال4 بيضات بتوعي بتوع كندر، كانت لعبة حلوة قوي، انبسطت في كل الكور اللي فيهم وكل اللعب اللي عجبوني جدا. اتمنى ان هما يكونوا عجبوكوا. بليز اكتبولي في الكومنتات اني اكتر بيت عجبتكم واكتر لعبة عجبتكم جوه، ولو كنت تحبوا بيضة كندر ولا لا. وبليز كمان اصحابي منسوش ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.